السؤال الثاني عن علامات الصلاة، هناك من يقول أن علامات الصلاة على الركبتين، على ما حكمها عند الركبتين وعلى القدمين؟ السجود. ما حكمها؟ السجود أنزل على يدي أم على الركبتين؟ نعم السجود تقصدين؟ عندما يظهر عندنا علامات في الركبتين والقدمين، ما معنى ظهور هذه العلامات؟ أي علامات؟ هل علامات السجود علامات سوداء؟ يا أختي هذه سوالف عجائز. هناك من يقول منافقون، الأناس الذين تظهر عنهم علامات في الدنيا، يعني ليس صح؟ صح أم خطأ؟ أنا الحمد لله مؤمن خالص. يا أختي قوله تعالى سيماهم في وجوه من أثر السجود هي النور الذي في الوجه بس، النور وليس العلامة على الوجه. هذه سوالف عجائز، وهذه حتى الركبة ما ركبة هذه ما أنزلها بن سلطان، سوالف هذه خرافات. وإذا تظهر على الإنسان تظهر ما تظهر، الله ما يأتي يوم القيامة يشوف ركبتك عليها علامة يا منافق، لا يشوف أعمالك، ما يشوف لا ركبتك ولا وجهك. اتقوا الله في هذه الخرافات، ابعدوها عن ديننا أرجوك، ابعدوا هذه الخرافات عن الدين أرجوكم. الله ينظر لأعمالكم لقلوبكم ما ينظر لأجسادكم.